وفق مذكرة سرية صادرة عن دائرة الحرب الإلكترونية التابعة لهيئة الاستخبارات والاستطلاع بتاريخ 15 فبراير شباط 2021 والتي تحمل عنوان منع إدخال الهواتف إلى الجبهات، وموقع من العقيد الركن يحيى الموشكي مدير دائرة الحرب الإلكترونية، يطلب فيها منع إدخال الهواتف الخليوية إلى الجبهات، ويشير فيها أن العدو يقوم بجمع أرقام القيادات العسكرية الخاصة بكل جبهة ومراقبة تحركاتهم على مدار الساعة وبشكل يومي، ويستخدم هذه المعلومات لاستهداف القادة العسكريين. في معركة مأرب، خاصة بعد عام 2020، في الحقيقة كان الأمر طوال سنوات الحرب، ولكنه تسارع نوعا ما عام 2020-2021، إذ إنهم قاموا بمراقبة شديدة جدا للقوات العسكرية في مأرب، حيث جاءت غالبية القوات العسكرية الحكومية المعترف بها دوليا وتمركزت فيها خلال الحرب. لذا فإن الحوثيين كانوا يراقبون اتصالات كبار القادة العسكريين وكذلك اتصالاتهم مع القوات على الخطوط الأمامية، فضلا عن اتصالاتهم مع حلفاء القبائل الآخرين والجماعات المسلحة التي تقاتل إلى جانبهم في مأرب. يعني لا تفارق ذهني دائما مقتل أبو اليمامة في عدن. كان يستخدم الهاتف وبحوله مجموعة من الناس، وعندما جاء الصاروخ يعني هو ضرب في اليد التي تحمل الهاتف، وبالتالي الشريحة التي كانت مستهدفة التي كان يستخدمها أبو اليمامة. وهناك أيضا صالح الزنداني تقريبا كان نائب رئيس الأركان قتل في العند، أيضا تم استهداف الهاتف الذي كان يحمله. وهناك أيضا أحد مرافقي وزير الدفاع السابق، المرافق لم يكن هو الهدف الرئيسي، الهدف كان الوزير، لكن القدر شاء أن الوزير كان بعيد فأصابت القذيفة المرافق، وبالتالي من خلال هذه الدلائل البعيدة دون الخوض في التحقيق الفني والتقني المباشر تستطيع أنت أن تستنتج أن الحوثي هو يتعقب الشرائح ويستهدف الشرائح التي يريدها ويوجه إليها الصواريخ الموجهة بسهولة. استطاعوا أن يقتربوا أجهزة الجيش وأصدروا أوامر إلى بعض القيادات بالانسحاب، وبالفعل تم الانسحاب، وأيضا استطاعوا أن يخترقوا الجهاز الثابت الخاص بوزارة الدفاع هنا في مأرب، ومن خلاله أصدروا توجيهات. استطاعوا أيضا في 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 في, في منطقة حجور، حينما حاصروا منطقة حجور تم قطع الاتصالات نهائيا عن هذه المنطقة، إلى أن تم اقتحامها. حينما سقط أيضا مديرية العبدية تم قطع الاتصالات، وأيضا بعد ذلك أعادوا الاتصالات مباشرة حينما حاصروا المديرة ليعرفوا أماكن المقاتلين، وبالفعل تم أسرهم جميعا عن طريق الاتصالات، حتى أنهم ذهبوا إلى مناطق معينة وإلى شعاب وصحاري ليس فيها أحد ليتتبعوا المقاتلين، وبالفعل استطاعوا أن يأسروا أغلب المقاتلين من خلال الاتصالات. فالشواهد كثيرة يعني في مسألة، فهي أشهر يعني أصبحت أشهر من أن تذكر في مسألة الاستهداف أو التعقب أو الأسر، وحتى ليس متابعة المقاتلين وإنما كل من يعارضهم في مقدمة ذلك الصحفيين والناشطين وحتى من هم محسوبين عليهم. يعني نحن يعني فقدنا عدد من قيادات الجيش الوطني للأسف، كان عن طريق الاتصالات وعن طريق تحديد الإحداثيات عبر الشرائح الخلوية. لو ممكن نضرب أمثال مثل يعني كان اليافعي سيف اليافعي في المخا رئيس أركان الجيش السابق تعرض لعمل عن طريق تحديد مكانه. أيضا اللواء الركن يعني أمين الوائلي العام الماضي أيضا كان في الجبهة، لكن تم تحديد الموقع وتحديد إحداثيات موقع القائد، وتم أيضا استهدافه أيضا بصاروخ. كثير يعني هناك جزء من أيضا قيادات من المقاومة، قيادات من الوزير الدفاع السابق المقدشي تعرض لأكثر من مرة حتى عن طريق الشرائح الخلوية لمرافقيه. يعني